بابا بعدين انا كنت عايز فلوس عشان نازل خارج مع اصحابي. شايف عليك لما تبقى خارج تقول لبابا عايز فلوس عشان انزل؟ انت كبرت يا حبيبي، روح شوف لك شغلانه وهات منها فلوس. ماشي يا بابا حاضر، هنزل ادور على شغل. بعد اذنك بعد ما افتح العربيه عشان انزل ادور على شغل. ايه؟ تاخد العربيه؟ لا انت لسه صغير مش هتعرف تسوق، ما ينفعش. طب انا دلوقتي هتعامل معاكم في البيت على اني ايه؟ على اني كبير ولا على اني صغير؟ خش جوه يلا. غصيب اصلا بعدين شرهم ازاي دول جاوا مطرب. انت يا زيد هيا موقف ايه اخويا جاي على هنا، انت نشرت الغسيل زي ما قلت لك؟ طلعت بره لقيت الجو مطرب ما عرفتش انشرها. طب ما فرقتوش لي على الكنبه يشف بدل ما يكمكب يا كلب البحر. اه انشرهم على الكنبه عشان ما اخش زي المره اللي فاتت. يا نهار اسود انت يا زفت. ايه يا موقف ايه اللي انت عامله يا كلب البحر ده؟ لقيت الجو مطرب بره، رحت نشرت الهدوم هنا. شفت انا فاكر ازاي؟ ما انت كده بللت الكلب وهتبوظه يا كلب البحر.